ولك يا ولاد دين الحرام تعوا فكوني، ولك تعوا فكوني يا سامعين الصوت، يا سامعين الصوت. خلص ولك، خلص حاجي صرخ مثل الحيمات. بدي ضل صرخ لحتى اللي ما عليكم العالم، لك فكوني فكني. لك انت بتعرف حالك شو عم تعمل؟ ايه بعرف شو عم بعمل. بدي اجيب الفرنساوي لحتى يخلصني منكم يا كلاب. هدي حالك، هدي حالك، انت عندك شي عرق براسك. يعني خايف علي مو هيك؟ شفعان علي بدك تفكر. انت بتشفع على حالك بعد شوي وخلاصك بايدك. لك بدي اعرف، بدي اعرف ليش جايبيني لهون. لك لين انت شكلك ما رح تمشي حاله هيك. تعال قلنا، تعال قلنا. هيك احسن شيء. ضل ارباح لتشفع. يلا معقول يا ابو عبدو انا ما عاد شوف حده؟ هي اول ولد راح بمعركه مع الفرنساويه، ولا انا بدي موت وما راح اشوف اولاده لحده. حاش بقى يا ابو حده، مشان الله حاش بقى تحكي هذا الحكي، عم تحسسني بالذنب. ليش انت بتحس؟ لو بتحس ما بتورطني بقصه ما لي علاقه فيها. شلون ما لك علاقه يعني؟ انت لك علاقه. انا شلون لي علاقه؟ ليش انا اللي جاي اتجوز ولا انت؟ لك مزبوط يا ابو عبدو، انا اللي جاي اتجوز، بس انت لاني بحبك كتير فضلتك عن كل اهل الحاره وجبتك معي جاها. بالعكس لازم تشكرني لاني بحبك. يا ريتك ما بتحبني. ايش شو بدي روح من ورا حبك انا؟ هلا بدل ما تضلك عم تندب هيك، خلينا نفكر بشي حل نطلع من هون. استر على عرضك، فكر لك بشي حل. لا لا انا بهيك مواقف وقف علي. ليش انت الك اعل حتى يوقف او ما يوقف؟ عم بمزح معك. خلاص وينا، انا لقيت الحل. قول ما عم شوف. سعدية، لك سعدية، شو بدك مني؟ شو وين يا ستي؟ مالي شايفة، بالعادة بتكون قاعدة هون بأرض الديار، ولا انا صاير لعيوني شي ما عم شوف؟ لا بسلامة نظرك تقبرني، شيخ الشباب انت، بتكون نايمت لها بشي اوضه. ايوه بس انا مالي سامع حسها، معقول هيك؟ اي ما بتعرف على ستك نومه شو تقيل. شو واصله؟ لك شو بك عبدو؟ كل ما حكيت كلمه بتطلعوا علي بالعالي. لا وليش هيك عم تعيطي علي؟ لا تكوني مفكرتيني جوزك ومالي عرفان. ايوه قولا عبدو قولا، انه ابوك بيخاف مني. ماشي يا عبدو، ماشي ماشي. سعدية، ماشي سعدية. لحمة شلون شلون عيد؟ لك شبك ما عم تستوعب، صرت عايد لك يا مرتي. لك يا اخي في شيء ما عم افهمه. لك ايش عم بحكي معك سكريتي؟ هلا بنادي له الاورياح بنقعد معه. ايه لك هو ما انزعج انه كان مفكرنا جايين نطلب الام، امنا طلبنا البنه. اخي لحد هلا تمام كمل. لك منقول له انت ما خليتنا نكمل كلامنا، نحن كنا جايين على اساس بدنا الام، ولما سمعنا عن مسموعياتكم الطيبه صار بدنا الام والبنت. ايه نحن وقت بلشنا معك حكينا بالبنت، انت ما خليتنا نكمل. لك شلون بدك تتجوز الام والبنت سوا؟ شو الجواز عندك بالجمله؟ لك تاني شيء ما بتحق لك عيبه بتصير، شو بدك يفرمونا؟ لك مين قال انه انا بدي اتجوز الام والبنت؟ رجعت ما عم بفهم شيء، عيد من الاول. يخرب بيتك شو زينك اسميك، ما راح اعيد شيء، خلص منقول له انه انت كنت جاي تطلب الام وانا بدي اطلب البنت. شو ها؟ مثل ما عم هلا. ايه لك ايش هو ايه؟ اخي انت بتتجوز الام وانا بتجوز البنت. هلا كنت جاي معك جاها، صدق جوزني انت؟ لك اخو هدو، اذا خيروك بين الموت والزواج، شو بتختار؟ اخي ما اختلفنا، بختار اكيد الموت، عفوا الجواز، بس ما بعرف شيء على البنت، شلون بدي اتجوزها ثاني شيء زوزية؟ والله بتفرمني. انو ارحم لك؟ ابو رياح ولا زوزية؟ للصراحة ابو رياح ارحم. ايه معناها تضرب انت وهيك مرة متجوزة. هلا بيني وبين حالي ايه مرته مرعبة الله يعينه. خيو خلص بتجوزها، إذا بنطلع من هون بتجوزها ما عندي مشكلة.
المهم نطلع من هون. ايه ها هلا تعالي ابو رياح. يا ابو رياح نعم صوتك نعم صوتك قبل ما يجي فرندون. ابو رياح ابو رياح يا ابو رياح وينك؟ عاوزينك كلمه بدنا نحكي معه. ايه قل له عمي 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 ابو رياح. شو منتهى عمي ابو رياح؟ هدولي عم يصرخوا وعم ينادوا لي، شو قررتي؟ انا معك بكل شيء عم تقوله، لكن معقولة جايين يطلبوني بصير بدهم بنتي؟ خبرك باريات الحارة انه حارة السبع عم يتمهتروا فيك. بس يعني بركي هدول عم ينادوا لي لانه غيروا رأيهم. طيب شوفهم وبناء عليه منشوف شو بنعمل فيهم. ماشي تكلنا على الله. هيك لكان بدكن الصغيرة. ليش شبني أنا ما بقى عجبكن؟ ولا لخلي عمي ربيكن أنا فرشيكن. شبك شبك على شو عم تدوري؟ ابوك وينه؟ ليش لهلا ما رجع؟ ايه طلع طلع. ليش هيك عم تحكي معي مروس من اخيرك؟ ايه طلع. شو غريبه يطلع يعني؟ بعدين شو دخل مناخيري بالقصة؟ اه قبل شوي تمسخرت على ابوك وهلا عم تتمسخر علي؟ لك يا سعدي انا لا عم بتمسخر عليكي ولا على ابي. بعدين انا شو حكيتك؟ انا هيك طبيعتي بحكي. بعدين طلع شو بعمل له؟ لا تعمل شي يا بعدي. لك هذا ليش أنا ما باخده بالمسايرة؟ بلكي كمان بيعرف شي غير اللي عرفته من خيرية. أنا بتعرف عبدو أنا شايفت لك عروس بتاخد العقل. لا لا خلاص أنا بعرف مين بدي آخد. لك اللي تقبرني مين وأنا بساعدك؟ عن جد عم تحكي سعدية؟ لك الله يجبر بخاطري عشان لو أبي مرضي يعني أخذ ليها بالمرة. بس بصراحة لك أنا اللي بدي أفهم شو الصراحة. عود عود تقبرني عود عود حكي لي حكي لي حكي لي. طيب إذا كان القصة هيك ليه ما حكيتوا من الأول؟ الله وكيلكم فكركم عم تتمهتروا علينا وعلى حارتنا. لا يا أبو رياح. عمي أبو رياح. لا يا عمي أبو رياح، يعني نحنا جايين وطالبين القرب، مشان هيك يعني الواحد ما بيتمهتر على أهله. أنتوا رح تصيروا أهلنا. إذا كان هيك أنا بعتذر منكم. اعتذارك مقبول. أهلا وسهلا فيكم. معناها أبو حدو بده منتهى بنتنا، وأنت يا أبو عبدو بدك بنتها حليمة. يعني عليك تمام، هذا هو الصحيح مزبوط. بس شايف أبو حدو ما عم يحكي شي. بس أبو حدو المسكين من فرحته ما عم طلع صوته. أهلا وسهلا فيكم. يا بنتي يا منتهى عملي لنا كاستين شاي للشباب. أهلين وسهلين بالشباب. شو تقبر قلبي رايح؟ لشو هالسؤال؟ يو مو منشان شي، قلت لحالي منشان هيك أعرف شو بدي أطبخ لك على العشاء. بدي هيك شي أكلة فيها رز. رز؟ يعني ما بيمشي حاله البرغل؟ لك لا شو برغل؟ العز للرز والبرغل شنق حاله. أيوة صحيح ابن عمي، شو يعني هي العز للرز والبرغل شنق حاله؟ فهمني إياها. لكن شو هالسؤال هاد؟ اطبخي برغل حلي عنا. أيوة برغل. السلام عليكم محمود. وعليكم السلام. أهلين أبو زغلول. ايش وكترانين ذهباتك؟ ما عاد فتت لعنا على المحل لتاكل فول؟ شو هالحكي لك محمود؟ معقوله؟ لا انت حالي بلكي بايع لك شي دارين ثلاثه وبطلت تاكل فول. بالعكس الواحد كل ما زادوا مصرياته بصير كحتي اكثر لك محمود. هي غلبتني فيها. لسه ما تجوزت، امتى بدنا نفرح فيك؟
آخ ليش عم نلاقي وحدة تيجي على راسنا؟ كمان انت راسك كبير. الله وكيلك ماني طالب إلا السترة. خليك مثل أبو عبدو جريء وسريع. لك يضرب المذكور وساعته. ليش ترك وحدة بالحارة ما تزوزها وطلقها؟ بس هلأ ترك لك الحارة. ليش بده يبيع بيته ويرحل؟ خارطة بشطه يتجوز من برات الحارة. يا حبيبي مسح الحارة ووزع نشاطه لبرا. بس هالبرا لا طيلة طوية مرتبة. شلون يعني؟ بده يتجوز وحدة على وصف النسوان قمر قمر وعمره 14 سنة. أيوة شو عم تقول؟ يجوز ما يوافقوا عليه لأنه صار كبير وبتجوز كذا مرة. أنا شو عمي أبو زغلول؟ انت شاب لساتك شاب؟ هلا عم تقارن حالك بابو عبدة؟ احلى صاحب فول لعمي ابو زغلول. عمي أبو رياح الشاي صار جاهز. ايه عمي ايه جاي على إذنكم شباب. تفضلوا شباب مدوا ايدكم. عبدو تفضل. شكرا عمي ابو رياح. عم ادب ابو جامع دغري صار عمك اضرب انا هالاقتراح. حبيته. اذا اتفقنا بعد 3 ايام العرس هلا رح اترككم تروحوا تجهزوا حالكم كل واحد يجهز عرسه. بس ما انت وياه قسما عظما اذا بحس في زغزغه بالنيه لجيبكم من أدنيكم واشخطكم وقطعكم وساويكم شوربة. عمي أبو رياح ما في داعي لثلاث أيام يعني إحنا بيجوز نتجوز بكرة. لك شو صار لك أنت وقت لك تزوزها بالعكر إياك هلا صرت لك يا حبيتها تقل حالة ضرب روزي. ذكرتني بعبدو والله معه حق. هلا أبو حدو إيه بتنحب المخلوقة حظه حلو. هلا أبو حدو بس أنا لحد هلا ما عرفت شلون شكلها هالفصعونة الصغيرة هي اللي بدي اتجوزها. معقولة يطلع حظي بهوي وحظ أبو حدو بفلس صخر؟ لك أحسن يلا خليه ياخدها هو أحسن ما طالع لي بالسحبة عبدو ابني قال بده إياها. يا أنا ناقصني يصير عندي عيلة مفشكلة مو معروف عن مين من جد مين. على بكير مو شغلك مو شغلك طيب شغلك يعني ما بقصد شيء معلم بس والله مو نعوادك تطلع على بكير. ها يعني فهد ما خبرك انه انا لوين رايح على شو؟ يلا الزبه 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 ولا وحياة الميمة ما بعرف. نحن رايحين لبيت ابو الصيف عندنا جمعه فهمت؟ ايه هاي خبرني عليها فهد لانه ابوه خبره اياها. ايه دير بالك ها طفي بيت النار قبل ما تطلع فهمت؟ امرك معلم. يا كريم يا رب. الحمد لله اللي شفتك بخير وفرحت فيكي كتير سكتي. الله يجعلك بألف خير. يا ميت أهلا وسهلا شرفتوا والله. الله يزيدك شرف. تفضلوا يا جماعة. يلا إلكن الدغري يا جماعة شايات مطلعات ما بيتفوتوا أبدا لهلأ طعمتهم تحت استاني والله. لك صحتين يا خالتي أم رمزي. لك تمشي قلبي أنت يا حسنية يا مزوقة. وينك؟ رح أضل وراك جكارة بأمك لحتى جوزك مرة تانية. لك روحي الله وإيدي. والله ما برضى لك إلا عريس معدل.
ايوه معناتها انا هلا بنت البطه السوداء. لا تقبريني، انت بنت البطه البيضاء، وانت كمان وحياه عينك رح تباطي عريس مخبيت لك اياه ولا يهمك. شو اختي شايفتك غرتي مني، صار بدك عريس معدل مثلي. ان شاء الله يا رب بيوم واحد بيجيكم عرسان وبفرح فيكم وبخلص منكم. ان شاء الله يا ام طلعت بتفرحي فيهم واولادهم بيعبوا البيت عليكي. ان شاء الله يا رب العالمين. طولوا بالكم، صرتوا مجوزيننا وجايبين اولاد ونحن لساتنا عم نشرب الشاي. لك صحيح، شو صار بالجمعيه؟ امتى بدكم تبلشوا؟ حمستونا ولهلا ما عملنا شيء. اني جمعيه؟ هاي اني جمعيه. يا خالتي معقول انت ما بتعرفي بالجمعيه؟ لا والله ما بعرف. يلا احكوا لي ليش عم تخبوا عني؟ شايفه حالي صايره بيناتكم بهالحيره مثل الاطرش والزفه، ما بعرف شيء. لكن هيك يا ابو عبدو بدك تتجوز، والقصه اللي خبرتني اياها خيريه طلعت صحيحه، وهي عبدو أكد لي إياها. العبش إنك فطايصي، حدا بيبدل غزلانه بقرود؟ لا، وقاعد شارد أبصر بشو عم يفكر. أكيد عم يفكر بعرسه، بس ما بكون سعدية إذا بخليك تتهنى يوم واحد. لك صحيح عبدو طلع حابب الأم. يا حبيبي على هالعيلة المفشكلة، شلون بدها تزبط هالقصة؟ وأنا ليش بديها تزبط؟ بالعكس، أنا لازم حمس عبده يضل على رأيه إنه بده إياها لحتى أنزعها على هالمغضوب. إذا عبده أخذ الأم راحت عليك يا أبو عبده جوازة البنت. سودة سودة الدنيا سودة، وثواب يخيم على اولادي، الله لا يوفقني كان السبب. سودة سودة الدنيا سودة، وثواب يخيم على اولادي. سودة سودة الدنيا سودة، سودة سودة الدنيا سودة، وثواب يخيم على اولادي، الله لا يوفقني كان السبب. بسم الله الرحمن الرحيم. مين انتو؟ مو ضروري تعرف مين نحن. نحن بدنا نعرف ليش هيك عملت. انا بدي اعرف ليش خطفتوني وجبتوني لهون، فهموني ليش؟ والله ما خطفناك تبلي، اكيد عامل لك شي سبب. سبب؟ سبب شو؟ اسمعونا، وفر حالك عذاب ووفر علينا اغتباطة. احكي. طيب طيب حاضر، بس يعني انا شو بدي احكي؟ فهموني. لك حكي. اسمع يا ابن الناس، بدي اعرف ليش طلبت من ابو جلال يدور على شخص مشان يقول انه هو يلي قتل ابو زكوى. شلون؟ اسمع، لف ودوران ما بدي، القصة من أولها لتاليها صرنا منعرفها منيح. بس أنا ما بعرف شيء.
ما بعرف شيء مثل هالحكي عم تحكوا انتوا خيي طول بعدين تفضلوا يا ابو رياح. نحن جايين نطلب بشكل رسمي من شان نورجيك يعني وتتاكد انه نحن صادقين وما عندنا نيه المسخره والتمهتر عليكم. لكن ليش بعتولي اولاد اول مره؟ نحن يعني نحن لانه انا كنت متوحد صحيا فاضطريت ارجع وحتى اساله ممكن متوقع صحيه ما بعرف ايه كان متوعك صحيا توعي ولك اذا متوعك صحيا تبعت اولاد ولك انتم بحالتكم اذا بدكم تطلبوا بنت تبعت اولاد شيء اعوذ بالله شابو اعوذ بالله بس يعني ايه اذا كان متوعك صحيا بتزبط عم يا ابو رياح نحن اولاد اليوم يعني نحن على فرض انه غلطنا معك المسامح كريم بدنا اياك تسامحنا ونحن جايين ونيتنا صافيه باذن الله وبدنا نطلب بشكل رسمي وبدنا الموافقه منك. ماشي ماشي هالمره سماح اهلا وسهلا فيكم. عمي ابو رياح الشاي صار جاهز. الشاي عن إذنكم. يا عمو؟ نعم. صحيح طلع علي جاي بده يتجوزني؟ وانت مين قال لك؟ عمك أبو رياح. أيوة هلا بالأول هيك بس بعدين طلع واحد بده يتجوزني والتاني بده ياكي. معقول اجانا عريسين بيوم واحد؟ يا مو ليش بتسألي كتير؟ بعدين حاسسني قلبي انه هدول الاثنين جدبان. يوه معقول جوزين لواحد اجدب؟ لا ايوه شو جوزك لواحد اجدب؟ انت لساتك صغيرة. قومي نامي. تصبح على خير يا مو. خدي كلي هي قبل ما تنامي. الله يرحمه عطسها عطس. لا أنا قتلته ولا بعرفه ولا بعرف عنه شيء ولا بحياتي شفته. لكن ليش طلبت من الرجال؟ احكي ولا لك احكي وفر حالك عذاب احكي. أنت تاجر وما زالك ما قتلته ليش عم تنكر؟ راح تضل محجوز حريتك وراح تنهان وراح ينكسر خاطرك وتوقف تجارتك. بقى احكي أحسن لك. رح بحكي بس بشرط تتركوني. لا ما حذرت بنوب ما بنتركك لحتى نتأكد من كلامك. طيب وإذا عرفت صدق كلامي؟ إذا كان كلامك صحيح رح نتأكد أنك مالك علاقة بالموضوع بنوب وساعتها تكرم عيونك فوق منا رح نعطيك حبة مسك وتفيدك بتجارتك كمان. طيب رح أحكي بس كمان عندي شرط تاني. عجوفك ولا احكي عقيد ولا بدرة. حاضر يعني انا بدي منكم انكم ما تخبروا حدا انه انا قلت لكم شيء. ماشي ايه يا عمي بنتنا وين رح تسكن؟ من هالناحية يا عمي أبو رياح لا تحكى الهم عندي دار سياحي نياح. لا حبيبي ما حذرت بنتنا بتسكن ببيت لحالها. تسكن ببيت لحالها؟ شلون يعني بدها تسكن هي ببيت لحالها وأنا ببيت لحالي؟ هذا طلبنا هذا اللي عنا عجبك أهلا وسهلا. بس الله وكيلك عمي أبو رياح أنا ما عندي قدرة أشتري دارين
يا حبيبي ما عندك قدرة وجاي تطلب بنات الناس ها؟ عم يا ابو رياح هلا خليها تسكن معه، بلكي على وشها بشوف الخير والله بيرزق هيك وبيشتري لها دار تانية. هذا الكلام اللي بنسمع حاكم، بعرف بنتنا دائما على وشها في خير. الحمد لله بري عليك مع انك خبصت اول مرتين يعني. هي عمي شو منشال المتقدم والمتاخر؟ المتقدم والمتاخر تفضل قول شو طلبكم عمي ابو رياح. يعني نحن ما رح نغلي عليكم، بحيث انه كانت متجوزه قبل هلا 3 مرات وجوازها كلهم ماتوا. شلون يعني متجوزه 3 اموات؟ لك مو اموات، كانت متجوزه 3 مرات والثلاثه ماتوا، يعني ما حدا منهم طلقها، لانه ما حدا بيسترجي يتجوزها ويطلق. عم بقول لك الثلاثه ماتوا. إيه فهمت عليك، كانت متجوزة 3 مرات وجوازها ماتوا. إيه بس أنا اللي مستغربه إنه شلون يعني بنت عمرها 14 سنة تتجوز 3 مرات؟ لك شلون 14 سنة؟ لك شو 14 سنة؟ بنتنا عمرها 30 سنة، عندها بنت عمرها 14 سنة. ما هو نحن جايين نطلب البنت يلي عمرها 14 سنة. شو؟ لك وين الساطور؟ لك شو اللي صنعكن؟ صار بدكن البنت بعد ما عرفت انه امها متجوزة 3 مرات؟ ايه انا برجيكن. انا شو دخل ليش عم تحكي معي؟ ابو عبدو الله يعطيك عافية. ابو عبدو طول بالك عمي ابو رياح، انت فهمان الموضوع غلط. لك غلط ولك هلا بدي ورجيكن الغلط على اصوله. يا مو شبك من وقت ما رجعتنا عند أخوك أبو عبدو وأنت مو تمام، سارح وشارد مدري شبك، شو في احكي؟ ما في شي يا مو، ما في شي. يو عم تخبي على أمك؟ شغلة بسيطة يا مو، لا تشغلي بالك فيها. ما زالها بسيطة، احكي لك ابني احكي. اجتمعنا أنا وأبو زاهر وأبو زغلول والزعرور عند أبو صطيف. ايه أبو صطيف طالبنا. بالله وشو بده؟ يا مو عم بيقولوا إنه الزعيم كبير وما عاد في هيبة للحارة مثل أيام زمان. يو شو هالعلاقات؟ بعدين كيف أبو صطيف بحكي لك على الزعيم؟ لك هذا الزعيم؟ يا مو كلامه في وجهة نظر، هاي أبو زكوان انقتل وما عرفنا مين غريمه، وهي بنت أبو جميل فات عليها واحد وهتك عرضها وكمان ما عرفنا مين غريمها، وهي حارة النبع كل يوم عم يجي يهددونا وكل ما رحنا لعنده ما بيعملنا قيمة. يا مو هذا الحكي مو صحيح، هذا زعيم الحارة وإيده للخير لكل الناس وبعمره ما عمل شي زاحل ولا حدا حكى عنه، بعدين مين قال لك إنه هو نسيان القصة؟ أبدا مو صح. بعدين هذا أبو صطيف علاك وحاجته قرب لا طعمة، أصلا أبوك الله يرحمه كان يقول لي إنه هذا مو تمام وما كان يحبه، وانت الله يرضى عليك يا ابني اتركه شو بدنا فيه؟ هاللمة كانت ضرورية مو هيك ابو زغلول؟ الو حكيت شي غلط؟ ما حكيت شي غلط، كل اللي حكيته صح يا ابو صيف. يا عيني عليك يا زعرور، بس انت لازم تهدي شوي، بيضل زعيم مو هيك زعرور؟ صحيح اللي انحكى هو اللي صار وما صار شي برات الطريق. لك يا عيني عليك يا زعرور، خلينا يعرفوا هالكم زلمة انه نحنا ما بنسكت على القصص اللي عم تصير بالحارة. بس قول ان شاء الله ما بقى يصير شي. نحنا شو بدنا؟ بدنا ما يصير شي بس ما يوصل بلد لنا. حسيت لك ابو زاهر يعني ها مو كتير مقتنع. لا يقتنع معلم، معه بيقتنع. جوعان ممكن لك لقمة؟ مالي نفس. ليش أنا بسد النفس؟ لا يا حياتي، بس يعني الواحد بس يعرفك بس حاله إنه هيك شبعان من الدنيا كلها. إيش هالكلام الحلو هاد اللي عم تقولي إياه؟ قالوا كلام حلو.
الواحد بيعرفك انت وما بيصير يحكي شعر ولسانه بيصير يشرشر عسل يا منتهى. مين هاي منتهى ولا؟ زوزية جاي اقول لك تقوم تاكل العشاء جاهز، بعدين مين هي منتهى؟ جيت من برا مسطل، لا اكلت لا شرب دغري عنهم، شو قصتك؟ انا عم اقول منتهى، انا ما قلت منتهى، شو بكي انت؟ روحي نطفي ادانيكي، شي؟ عم تحكي شغلات ما لها اساس. يعني ابو سطام هو اللي قتله؟ بالضبط. طب ليش لحتى يقتله؟ يعني اخر مره اشتريت من عنده ماشي طلب مني اني خلصوا من القصه كلها هي، بس ما بعرف يعني. ايوه وانت خبرت ابو جلال مش عند دبر واحد بتعطوا لكم اياه كم ذهبي؟ مزبوط. وين ساكن هذا ابو سطام؟ يعني هدول بدو من القرنه ثابته كل يوم بقرنه. طيب نحن شو بدنا نتاكد انه كلامك صحيح؟ يعني انتوا وعدتوني اذا حكيتكم الصدق بدكم تفرجوا عني ما هيك؟ ونحن عند وعدنا يا ابو رغام، بس في شغله واحدة تخبرنا اياها. ابو سطام وين قاعد؟ ايه بخبركم، بس ان شاء الله ما يكون رحل من ارضه. بس في شيء بدي اقول لك اياه يا زعيم. تفضل. يعني اذا ابو سطام انكر الامر وكذب مو معناته انا كاذب. هاي بقى نحن بنعرفها بطريقتنا. انا شايف انه ما تتركوا له مجال يكذب، تاخذوه غدر وتقتلوه، لانه اذا عرف انكم انتم عم تلاحقوه رح يقتلكم. ها انا بعرفه. عبد الرغام نحن مو من طبعنا الغدر. احكي لي لشوف وين عنوانه. ولك مقصوفة هالعمر، بشو مورطة اخونا لحتى بعد ما رجع ما عم نقدر نلتم عليه ونحكي معه كلمتين؟ من لما رجعت السم عم ينقط من عيونه هيك تنقيط يخرب بيته. الزعيم بعت لك هدول هدية لعيالك مسيك. الله يغزي شيطان، وقت وافقت عمل اللي قاله ابو درغام. بسم الله. لك يا عيب الشوم عليكم، يا عيب الشوم فعلا اللي استحوا ماتوا. شو هالجيران هدول؟ شو هالجيران هدول؟ فعلا اللي استحوا ماتوا، بس لسه ما ماتوا، ليكن عايشين. مو الحق عليك، الحق علي انا يلي زقلت اعلي وقلت لك ليش مهموم، انهم ان شاء الله بتنباع بالعزاء. بعدين شو دخل ابو زكوان بالبدوي؟ والبدوي رجال أصيل وابن صحراء، يعني ما بيعرف اللف والدوران، ما ممكن يقتل قتيل ويهرب. إذا كان أبو زكوان أرسل شي أرسل البدوي، البدوي راح يقتله ويقول أنا يلي قتلته.